الآن بخصوص ربط الحزام، حابين نتكلم عن ربط الحزام اليوم. ربط الحزام جدا 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 مهم، ما في كلام، ما في مسح. والسيدات عموما بشكل عام ملتزمين في النظام وفي طرق السلامة أكثر، فهذا شيء جدا ممتاز. ربط الحزام بتربط له عدة أهداف أو عدة طرق للربط. لازم تربط بشكل سليم طبعا، غير ما تربط في المكان على البوكل حقته أو الربطة حقته، هنا قاعدة حقته. الحزام للسيدات لازم يكون إذا ست حامل يكون الحزام السفلي هنا بيكون جاي على الحوض تحت البطن. لو ما يحامل ممكن يجي على المعدة شوية، ما في مشكلة، بس بيكون على الحوض. النقطة الثانية بيكون الحزام على الكتف هنا، ضروري جدا ما يجي على الرقبة، فلازم يتعدل الارتفاع هنا فيجي على الكتف مع ارتفاع الكرسي يتم تعديله. وأخيرا بين إنه في الحوض وبين على الصدر لازم يجي في منتصف الصدر، منتصف الصدر هنا للسيدات يتحط الحزام، فبشكل ذا تقدر تسوق براحتها.